السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكما كتشوفوا اليوم فيديو جديد، فلوج جديد. كما كتشوفوا هاد الايام وليت كندير لكم فلوجات. علاش؟ حيت الناس بزاف كيقولوا لي حسن، علاش ما كديرنا فلوجات وما كتورينا شي شويه على الحياه ديالك وشنو كديري النهار كله؟ ودرت لكم على تحت الطلب ديال البنات اللي في القناه. عندنا الفوتاي ديال الكوير، غادي ندوز اللي عندها الفوتاي ديال الكوير. غنوريكم الطريقه باش نمسحوها. غادي نمسحوها بواحد هذا مثلا شريته في بريمور وما عجبنيش، خايبه النوع هذا ديال الاغراض. شنو كندير به؟ كنمسح به الاتات وكنمسح به داكشي اللي داير بحال الكوير، كيخليه صراحه كيلمع. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما ساليت الجفاف ونقيت الدار، يعني انا كيجيني جفاف ساهل خفيف، ما كيكونش شي حاجه اللي نقدر نخمل بزاف. وهذا المهم وصلت وقت الكوتي قرب يوصل، وفكرت ندير واحد الكيكه اللي كتعرفوها كاملين ساهله، اي وحده تصاوبها. مهم الكيكه المعروفه، وغادي نخليكم مع الصور باش تشوفوا المقادير.
كما كتشوفوا البنات دابا غنديرها في المول وغادي ندخلها الفران، وبما هي كطيب غادي نمشي نغسل الماعن فاش غير هاد الماعن فاش درت الحلوة صافي، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل نتاع الكيكة. من رجعنا جينا بقينا كنصوبوا العشاء. المهم كما كتشوفوا قطعت القزبر، يعني قطعنا القزبر، المعدنوس، الثومه، شويه ديال الحامض، عصرنا غير السومو ديالو ولا العصير ديال الحامض، ودرنا كل شيء كيطحن. المهم البنات، بالنسبه للبنات اللي غيسولوني راه قبل ما سميتو راه نسيت سولات واحد البنت قالت لي فين خديتي هذه اللي كطحن. بغيت نقول لك بلي خديتها في ليدي وتبارك الله، يعني بقات عندنا يعني زوينه. انصحكم الا لقيتو بحال هذه في ليدل غير خدوها، راه زوينه، يعني تكون بديك 20 اورو. باش خديناها ما بقيتش عاقله، مابقيتش عاقله بشحال خدها الاب ديالي. كما قلت لكم راه حنا دابا كنقادو الصلصه ديال السردين. كما كتشوفوا راه السردين غادي نديروه هنايا، وغنبقاو يعني نبقاو نديرو شي شويه، ندهنوه كامل عليه كما كتشوفوا، وغادي نبقاو ندورو على هذه الطريقه هذه، وغادي نحطوه في الطاوه اللي غادي ندخلو في الفران. كما كتشوفوا هاد اللاطه هذه اللي غادي نديروها في الفران. وبالنسبه للناس اللي باغيين اللي باغيين يقليو تقدروا تقليو، غير حنا ما كيعجبناش يعني داك الدهون وداك الشيء المقلي. غادي نديروه في الفران. كما كتشوفوا الاغلب ديال الحاجات كنديروه في الفران وكناكلو شلايض بزاف.